أسعد الله صباحكم بكل خير. النهاردة الأربعاء 19 يناير، الساعة 7 إلا ربع. طلعنا رحلتنا والجو ما شاء الله حلو يعني. أبو فور أول مرة يطلع معانا. منور أبو فور. منور حبيبي. محمود. يوسف حبيبي. دكتور. أبو عبد الله. يوسف. رجالة كبيرة. عايزين نقطع على البحر النهاردة. الله أعلم مخبينا يا دكتور وسيم منور. حبيبي. شايفين النقطة الصفرة اللي هنا خالص دي، النقطة البرتقالية دي، سبحان الله ده القمر. يلا على بركة الله، استنونا بقى نشوف هنطلع ايه النهاردة بقى. علبة انا اشتريتها يا جماعة من علي اكسبريس، فحبيت ان انا اجربها بالمنظر. انتوا شايفين دوت هتتربط من هنا والسنانير من تحت، هتربط ان هو اتخراري ونرميها بقى ايه واحنا ونصيبنا بقى ونشوف هتطلع ايه. منور ابو كريم. احنا يا جماعه عملنا عمليه نقل جوه البحر، كان ده الطراد اللي احنا فيه، الشباب معانا اهو، فنقلنا من الطراد دوت في البحر، يعني حاجه اول مره تحصل. منور ابو اسامه. في سمك ماشي. يلا شوف شايفين القمر عامل ازاي ما شاء الله، حاجه يا اخي روعه. شكرا. طالع النقطه اللي هناك دي بقى، ده القمر بعد ما ابيض بقى، كان محمر ومكسوف بقى ابيض دلوقتي. عقبال السمك لما يجي. شوف المنظر بتاع الميه، الضوء كانه كشاف مضروب في البحر. مستنيين نتفرج بقى، بقالنا ساعة دلوقتي مفيش حاجة طلعت يعني. يلا إن شاء الله تظهر حاجة بعد شوية يعني. شفت يا جماعة؟ أهي الشعمية جت على البتاع اللي لسه شاريها، قلنا نجربها يعني. يا حلاوة شعم. أنا سعيد جدا. ما شاء الله لحقها. ايه لحقها؟ اوعى تطير في الهواء. هو بعد عناء وعذاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بدايه الخير يا اخوانا. يلا ما شاء الله. ابو عبد الله حجم سوبر. ما شاء الله ما شاء الله. من مندله ومن قفاها. يلا الله ينور عليك. ما شاء الله محمود. عقبال الشباب. الله عليك يا ابو حور ما شاء الله. اخيرا يلا الحمد لله، ربنا يرزقك اللي جاي. ما شاء الله ما شاء الله. جاي عود العود. الله ينور يا دكتور وسيم. راحت عايزين عداد يا شباب. دي الثانيه على طول بعديها. ما شاء الله ما شاء الله. كويس انها بلعها. ده مين ده اللي بيلعب؟ الشباب ده جامد. ما شاء الله بحر جميلة. ما شاء الله جميلة، طعمها جميلة دي يا جماعة، عاملة زي البالون. بص يا جماعة ليه نصيب انه ياخدها. ما شاء الله. بص بقى مقطوعة، هي مش بلعب. يا سبحان الله. ما شاء الله بتاع 3 كيلو دي. بسم الله ما شاء الله. ولا 7 كيلو. 7 كيلو دي. اهداء لشركة أرزاق. وجروب ابو يوسف. الله ينور. الله ينور ابو عبد الله. اهداء لشركه ارزاق مع اعلى مغزى ابو عبد الله. شايفين شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. احجام حاجه ايه؟ حاجه تحفه. ما شاء الله. شايفين جوه من جوه؟ حاجه. محمود بيرمي لهم الاكل. خلي بالك بص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبايه جميله جميله جميله. الله مش مهم، اهم حاجه ان السمكه تطلع بالسلامه. ما شاء الله ما شاء الله. حبايه جميله جميله جميله. احجام غير طبيعيه ما شاء الله. العافيه عليك. ما شاء الله ما شاء الله. حبايه ايه جميله. الله ينور. جميل على جميل. أيوة. وبكده يا جماعة رحلتنا خلصت الحمد لله، وكانت رحلة جميلة بصراحة. انبسطنا. سمك الدكتور لسه كمان
زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. ادي يا جماعة صيد اليوم صح جام ما شاء الله. شوفوا دي يا جماعة ما شاء الله لسه عايش. ما شاء الله التاني لسه فين الروح. كان معانا النهاردة محمود باشا وابو حور اول مره يطلع معانا. اهلا باهل السعوديه وان شاء الله تطلع معانا 4-15 مرات. طبعا الراجل خلاص يا جماعه فاست خلاص يعني. دكتور محمود دكتور وسيم اجدع ناس. ادي ابو عبد الله راعي الطراد كابتن الطراد. وادي بكر قاعد هناك اهوت بيش ودوره. انت بتعمل ايه يا بكر؟ بكر مش عاوز يطلع يا جماعه. انبسطنا وكانت يوم جميل جدا جدا تقريبا الساعة دلوقتي 3:30 يعني. نراكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. استنونا في الاسبوع اللي جاي مع شركة ارزاق. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.